وزير الخارجية اللبناني يصف شروط الرياض لإنهاء أزمة الوزير قرداحي بالمستحيلة، ومصادر تؤكد أن نجيب ميقاتي تلقى دعما فرنسيا وأمريكيا خلال لقاءاته في غلاسكو. مصادر أمريكية تتحدث عن اتفاق جديد وشيك لتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين في السودان، وقيادي بقوى الحرية والتغيير جناح المجلس المركزي يقول للجزيرة إن نتائج الاتصالات ستظهر اليوم. الحكومة الإثيوبية تعلن حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد، وواشنطن تصف الوضع الأمني في إثيوبيا بالمتدهور وتطلب من رعاياها مغادرة البلاد. فوز المرشح الجمهوري على منافسه الديمقراطي في انتخابات حاكم ولاية فيرجينيا في امتحان لرئاسة بايدن. وتتابعون في نشرتنا أيضا: تعهدات بالحد من انبعاثات غاز الميثان وحماية الغابات تتوج أعمال اليوم الثاني من قمة المناخ. مشاهدينا مرحبا بكم في نشرة الأخبار من قناة الجزيرة. قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب إن السعودية تملي ما وصفها بشروط مستحيلة من خلال مطالبتها الحكومة اللبنانية بالحد من دور حزب الله على حد قوله.